لي ينتبه ولا بيسمع ولا عايز يسمع وعارف ان احنا هنواجه. واذكر ايضا بان المعاملات الربوية ماحقة. اموال التأمين والمعاشات مع الوزير بتتبع الحكومة للصندوق وتاخد من بنك الاستثمار بفائدة 10% معالي الوزير. هذا هو الربا بعينه. شكرا وبناء عليه. هذا هو الربا بعينه. لذلك انا بقول في الاخر بناء عليه. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. من اجل ذلك ارفض بان الحكومة. وبالمناسبة معالي الوزير امبارح اساءني ان اسمع منه معلومات مغلوطة عن موضوع الصف السادس.